يسعد صباحكم مشاهدينا. زي ما انتم شايفين احنا موجودين باقدم درج موجود بالاردن، تحديدا بوسط البلد اللي بيطل على المدرج الروماني. اكيد رح نكمل جولتنا معاكم لليوم، نروح اماكن كتير، رح نحكي مع المؤرخ عمر العرموطي لحتى يحكي لنا اكثر عن هالادراج. طبعا احنا كلنا عارفين انه لكل درج قصه ولكل درج تاريخ، خليكم معنا. صباح الخير. صباح النور. كيف أنا حالك؟ شو أخبارك؟ ممتاز الحمد لله. كيف صحتك؟ صباح عماني جميل. يسعدك يا رب. قديش حلو المكان، قديش الإطلالة رائعة. إحنا في عبق التاريخ، قدامنا المدرج الروماني وقدامنا عمان القديمة، فمنظر رائع ما شاء الله، وعمان جميلة دائما. كتير حلو. نعم. كتير حلو المكان. يعني إحنا لما قررنا نيجي على أقدم درج بالعاصمة عمان، صحيح، ما لقينا أحسن وأفضل منك لحتى تحكي لنا عن المكان. يعني حضرتك معد ومؤرخ ومؤلف لكتاب موسوعة عمان، يعني بنحب كثير إنه إحنا تحكي لنا وتاخذنا هيك جولة لحتى نحكي عن المكان. يا ستي، عمان العاصمة لها عدة تسميات، مدينة الجبال السبعة، وفيلادلفيا مدينة الحب الأخوي، وكذلك مدينة الأدراج. عمان القديمة قبل 100 سنة أو أكثر كانت الأدراج هي شرايين المدينة. لما كانت المواصلات قليلة، السيارات والباصات نادرة، كان أهم وسيلة تنقل الأدراج. فمن خلال الأدراج العمانيين كانوا ينزلوا من فوق لتحت لوسط البلد أو يرجعوا بالعكس. إحنا الآن عند أقدم درج في عمان. هذا الدرج كان روماني، لكن في بداية تشكيل عمان الحديثة السكان المنطقة استخدموا هذه الحجارة في البناء. شو رأيك ننزل ونشوف الدرج وإنت عم تحكي لنا عنه؟ يعني ما بين 1911 ل 1915 فسمي هذا الدرج بدرج الخطيب أو شوشان. عدد درجاته 250 درجة، يصل ما بين جبل القلعة وشارع الهاشمي أو المدرج الروماني. يعني لكل درج موجود بهذا المدرج قصة وتاريخ. نعم. كل درج في عمان له قصة وتاريخ. إحنا في عبق التاريخ، هي عمان القديمة كلها قدامنا، مدرج الروماني والساحة الهاشمية وفندق فيلادلفيا. يعني هذه أماكن تاريخية وتراثية بصراحة. يعني جميل الواحد يتحدث عنها. طبعاً. فإحنا نحكي بشكل أكيد طبيعي، وهذا شيء منيح. يعني مشاهدينا احنا مكملين جولتنا معاكم، وزي ما شايفين غيرنا المكان، ولحتى يحكي لنا المؤرخ عمر العرموطي عن قصة هالدرج. شايفين قديش حلو هيك الوان. نعم. وقعدته حلوة غير شكل. احكي هذا الدرج من أدراج عمان القديمة اللي بينزل على وسط البلد هنا. لكن تم تحويله إلى فضاءات فنية. تم تلوين الدرج كثير حلو، تم وضع قوير زريعة ملونة، تم وضع بعض الرسومات، بعض الجداريات. فهذا اللي بندعو له انه تحويل ادراج عمان الى فضاءات فنيه. من خلال الجداريات ومعرض للصور، وممكن استغلاله كعروض موسيقيه وفنيه وثقافيه. فهذه يعني انطلاقه جديده في عمان. طبعاً. لاستغلال هذه الادراج. طبعا. نعم. احنا مكملين جولتنا معك. نعم. لحتى نشوف ايش في مكان ثاني ممكن نروح عليه. شكرا جزيلا. شكرا. طبعاً مشاهدينا، بعد ما خلصنا جولتنا رحنا على المطل، رحنا على أقدم الأدراج بوسط البلد، قررنا أنا وضيفي الكريم عمر العرموطي نشرب فنجان قهوة ونحكي عن كتابه اللي تم إصداره مؤخراً، موسوعة عمان أيام زمان. طبعاً هذا الجزء التاسع، رح نحكي عنه أكثر خلال اللقاء.
يعني أنا كتير مبسوطة معك. شكراً. كتير انبسطنا بالجولة. شكراً. هيك رجعتنا لورا كتير. صحيح. يعني زي ما قلنا استنشقنا عبق التاريخ. صحيح. بهالجولة الحلوة الصباحية. صحيح. وعملنا رياضة، طلعنا درج ونزلنا درج. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله ممتاز والله. قديش بتحب البلد وقديش صباح عماني جميل. أعشق عمان وأنا عاشق عمان. ما أنا من كتابك لاحظت يعني. صحيح. ما شاء الله هذا الجزء التاسع. تسعة. يعني قبله أجزاء عديدة وبنفس كمية 5000 ورقة 4000 ورقة. تحكي لنا أكثر عن هالكتاب. أنا من حبي وعشقي لعمان أعددت وأنجزت موسوعة عمان أيام زمان. تسع أجزاء حوالي 4750 صفحة. ما شاء الله. على مدار 12 عام. لأول مرة في تاريخ الوطن العربي يتم تدوين سيرة عاصمة عربية بهذا الكم الغزير من المعلومات. موسوعة عمان أيام زمان إنجاز أردني وعربي غير مسبوق. وهي تتحدث عن كل شيء في عمان. هذه الموسوعة يعني مرجع لا مناص عنه في عمان. وأصدرت الجزء التاسع الأسبوع الماضي بمناسبة مئوية المملكة، مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية الحديثة. وأنا من موقعي هنا أكرر الدعوة لأن نشمل أدراج عمان ضمن التراث العالمي لليونسكو، كما تم إدراج مباني السلطة القديمة. وأدعو إلى شعار عمان مدينة المليون درجة، وأدعو إلى تحويل هذه الأدراج اللي هي جزء من تاريخ عمان إلى فضاءات فنية وتراثية وثقافية. قديش مهم هالموضوع. نعم. إنه نحول له جد الدرج. يعني شفت إحنا الدرج اللي كنا. نعم. عنده قبل شوي. نعم. الرسومات اللي كانت ولونوا وحطوا قوارير زريعة، طلع حطوا المكان جداريات وهيك بحجة غير شكل. فقديش حلو إنه كمان نهتم بهاي الموضوع، والشباب لازم كمان يصير يعني هيك يعملوا فعاليات. بالإمكان كمان تكون معارض للفنانين. صح. والرسامين. صح. زائد ممكن نعمل أعمال مسرحية قصيرة عن الحكاية في تاريخ عمان القديمة، زائد ممكن نسوي عروض موسيقية عليها. وهذه كما ذكرنا موضوع الأدراج ثقافة عالمية. صح. موجودة في برشلونة وفي غرناطة في إسبانيا وفي البرازيل وفي القاهرة، كما هي في عمان. فأنا أتوجه بالدعوة بأن نستغل هذه الأدراج. طبعا خلينا نحولها إلى فضاءات فنية وثقافية وشبابنا وموسيقية. مبدعين ورسامين. نعم. وعندهم مواهب. وهذه الأدراج يعني راح تستقطب يعني الفنانين والرسامين والموسيقيين. فبصير حركة ثقافية. طبعا إثراء بالمشهد الثقافي. وعم بتشوف قديش الشباب عم بيحبوا يتصوروا عند. صحيح. الأدراج، خاصة الأدراج الملونة اللي عليها رسومات، يعني غير إنها بتخلينا مبسوطين، بتخلي البهجة بالمكان. نعم. يعني شغلات بسيطة ممكن تغير من المكان. أنا اقترحت على معالي أمين عمان أنه إدراج هذه الأدراج ضمن التراث العالمي اليونسكو. وأخذ ملاحظة فيها. نتمنى أن تتحول هذه الأدراج إلى فضاءات فنية وثقافية. إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا انبسطنا كتير معك، أسعدتنا اليوم بجولتنا، وشكراً لإلك. وهالكتاب كتير هدية غالية على قلوبنا. شكراً كتير، انبسطنا بلقائنا سيدتي. معك. نعم. ومنتمنى لك كل التوفيق. أنا عاشق عمان وكل المحبة إلى عمان، عاصمة المجد، عاصمة التاريخ والحضارة وعرين الهاشمية. شكرا لك. شكرا سيدي. طبعا مشاهدينا بنهاية لقائنا بتمنى يا رب تكونوا انبسطوا معنا لليوم. 2020 إن شاء الله ما بتنعاد، إن شاء الله سنة 21 تكون أحلى، ما في كورونا، ما في أي نوع فيروس. يا رب أنتوا كل حبايبكم تكونوا بألف خير. الأردن بتجنن، يعني كل مكان عم بنروح عليه عم بيكون أحلى من الثاني. استمتعنا كتير اليوم بوسط البلد. بتمنى تستنونا على تقريرنا الجاي. نلاقيكم إن شاء الله على خير. باي باي. We'll be right back.